مشاهدينا ورجعنا لكم دلوقتي فقرة مطبخ طعم البيوت. خلينا نقول كده ان كلنا كستات لو بنشتغل بنحتاج ان احنا نعمل اكلة تكون لطيفة وفي نفس الوقت القيمة الغذائية بتاعتها تبقى مفيدة جدا، وولادنا بيرجعوا من المدرسة فيبقى عندنا كده كام اكلة نعرف نعملهم بشكل سريع. النهاردة استاذة هبة الحقيقة عاملة لنا وصفات جميلة جدا، اكل سهل قوي ممكن ان احنا نعمله وما ياخدش وقت خالص، صح يا شيف هبة؟ تمام. طيب قولي لي بقى النهاردة الفراخ، يمكن الفراخ احنا كلنا بنعملها بس ليها طرق كثيرة جدا. أيوة. فانت النهارده عاملاها بطريقه حلوه قوي بحيث ان هي تبقى جريل وفي نفس الوقت بالخضروات. تمام. اديني بقى الوصفه. انا بجيب طبعا صدور بقى او اوراك مخليه، اي حاجه يعني حسب الذوق، يعني كل طبعا اذواق بتختلف. جميل. بقطعها مكعبات او شرايح حسب برده الاذواق، برش عليها معلقه دقيق طبعا بعد ما غسلتها كويس صفيتها من الميه اللي فيها. معلقه دقيق، معلقه فلفل اسود، بابريكا، جوزة الطيب، مطحونة، كباب صيني مطحونة، بصوا اي توابل، اي توابل ما عدا طبعا الكمون. اي توابل احنا نحبها او نستحسن مذاقها يعني ما عدا الكمون. تمام. وبعد كده بقلبها كويس وبنزل على جريلا حاطه فيها معلقه زيت ذره وفصين مستكه. جميل. المستكه دي بتدي طعم، بتدي طعم رهيب للفراخ وللحم وكل اللحوم طبعا. دي حقيقه. بنزل طبعا على الجريلا سخنه، بشوح بسرعه، انا طبعا ما بسمحلهاش انها تنزل ميه، ما بسمحلهاش اطلاقا تنزل ميه، تقعد تتقلب عشان طبعا ما تنشفش. وهي لسه محتفظه بالسوائل جواها، بتفضل جوسي كده وطريه وجميله. وبعد كده بعد ما بتاخد التشويحه ولون خفيف برفعها وبنزل طبعا. طب ايه السر بقى في معلقه الدقيق؟ لان دي اول مره اسمعها. معلقه الدقيق بتعملها قوام حلو كده في الاخر. لو انا حابه احط لها شوربه عشان اعمل لها صوص ابيض فهتساعدني. وممكن ابقى مش حابه اعمل لها، في اذواق ما بتحبش تعمل الصوص اللي هو الابيض دوت، عادي. تمام. طب نقلب الجريل لحسن الحاجات تلزق. لا الالوان الحلوه انا حباها تاخد شويه، تاخد شويه على نار عاليه، مش حباها تتحمر، انا حباها تاخد بس اللون اللي احنا شايفينه، اللون البني ده. والفراخ برده نفس الحكايه، هنزلها. ودلوقتي طبعا البصل انا تبلته برده، الريحه طلعت حلوه قوي. طب احنا على الجريل هنا حاطين زبده؟ حطينا بقى ريحه حاجه حلوه. هنحط الخضار، حطينا زبده. الله. ما حطيتش الزبده مع الفراخ ليه؟ عشان ما تتحرقش. جميل. تمام. انا حطيت بقى الخضار عادي، نزل قبل ما اسخن الجريل جامد، فمفيش مشكله الزبده مش هتتحرق. جميل. طبعا انا سخنت الجريل جامد للفراخ، لو الزبده موجوده هتتحرق. هبتدي بقى احط الفراخ في جزء والخضار في جزء، وهبتدي اقلب لاني عايزاهم ياخدوا قصه طعم من بعض. طب هعمل لهم ميكس في الاخر ولا ايه؟ طبعا لازم اعمل لهم ميكس في الاخر. لا انا اللي عاجبني كمان يا هبه فيكي ايه؟ ان انت الخضار محتفظ بلونه وبالقوام بتاعه. ده بقى السر، اللي احنا عايزين ناكل الحاجه تبقى صحيه، مش عايزينها بقى تبقى مهريه ولونها يتغير. يعني بصي الفلفل اهو اخضر لونه جميل قوي، والفلفل الالوان الجميل. ده بقى السر ان احنا شوحنا على الجريله والجريله سخنه مكان الفراخ. طبعا ما نزلناش على حاجه بارده، فنزلت الميه بتاعت الخضار، فالخضار طبعا هيفقد لونه وهيفقد كمان غذاء. طب يعني افهم منك كده بقى معلومه مهمه جدا، ان احنا لما نيجي نحط الاكل او الخضار يعني الطاسه تبقى سخنه. تمام. او الجريل يبقى سخن. تمام. عشان ياخد الشوك دي او الصدمه دي، يحتفظ بلونه وبالشكل بتاعه ما يجريش. اي خضار لحوم طبعا، الفراخ عارفين كلنا انها سهله في تسويتها. تمام. ما بتاخدش وقت في التسويه، فطبعا لما بتنزل على جريلا سخنه وتاخد صدمه، ده بالنسبه لها يعني تسويه. والاكله دي احلى حاجه زي ما قلت لكم كده في اول الفقره بتاعتنا، راجعه من شغلك والولاد من المدرسه مش هتاخد وقت خالص، والقيمه الغذائيه اللي فيها مفيده جدا، فيها خضروات طبعا، قيمه الفراخ كمان، حته الزبده دي بتدي طاقه حلوه جدا، وفي توم كمان. شفتك استخدمتي التوم الفريش. بالظبط كده، انا حبيت بقى احط التوم شرايح، ما حبيتش ادقه، انا مش عايزه تست التوم عالي قوي، بس انا عايزه ريحه التوم. طبعا كلنا عارفين فوائد التوم، عارفين فوائد الخضار كلها. جميل. في ظل طبعا الفيروس او اي مرض موجود حاليا دلوقتي، او احنا داخلين احنا كده تقريبا عرفنا الفراخ خلاص تفاصيلها ايه، كلها بسيطه وسهله. خش بقى على حاجه ثانيه، سلطه الزبادي. سلطه الزبادي بتعمليها ازاي؟ ولان في طرق كده كتيره وتوابل كتيره ممكن بنستخدمها فيها. انا بستخدم ابسط التوابل فيها، انا مش حابه اغير طعم الزبادي. ممكن بقى تجيبيها كده من قريب؟ يعني هي محتاجه تتقلب ولا مش محتاجه؟ لا خلاص خلاص الفراخ. خلاص انا بقلب فيها عادي. اوكي. كلمينا بقى عن سلطه الزبادي. الزبادي طبعا انا جبت الخيار، يعني طبعا غسلته بشرته بالمبشره، حطيته في مصفه وحطيت عليه سنه ملح بسيط، وسبته ينزل الميه بتاعته. انا حابه انزل منه جزء ميه شويه علشان لما اعمل السلطه ما تفصلش، تبقى بالقوام التقيل. ايوه لسه كنت هقول لك. اوقات بنعمل سلطه الزبادي بتلاقيها قلبت فيها. أيوة ميه كده. ده لايه بقى؟ عشان احنا بقى حطينا الخيار بالميه بتاعته، لا اول ما نحط عليه توابل هو بينزل الميه بتاعته، فاحنا طبعا يعني ايه، مش هخليها في طبق لوحده.
فانا بقى بشرت الخيار حطيته في مصفى عليه سنه ملح بسيطه، سبته ونزل ميته مثلا حوالي 10 دقائق. حلو الفكره دي. بس وبعد كده الزبادي برضو صفيت من الزبادي الميه وحطيت بقى سنه ملح سنه نعناع ناشف، زبادي، معلقه مايونيز، نص ليمونه، فص ثوم، وهرسته وقلبت الزبادي كله مع بعضه. طبعا قوامه ما شاء الله تقيل. على طيب انت النهارده المفروض عامله لنا رز، يعني طبعا كلنا بنعمل الرز، ولكن انت عامله ليه تاتش كده جديد شويه يعمل تغيير. تمام، جيبي بقى الرز عشان نتكلم عنه. الرز بقى بتاعنا رز بالزبده حاجه كده هنا بس إيه؟ عشان الكاميرا. تمام، عرفت تشوفه. اوكي، لا ريحته جميله قوي مع الفراخ دي. بقى معلقه رز مع معلقه طبعا فراخ. كلنا عارفين الزبده طبعا اصح من الدهون الثانيه. دي طبعا حطيت معلقه صغيره زيت ذره، فيها برده فصين مستكه، انا بحب المستكه جدا في الرز. مستكه مع رز نجربها دي. وبعد كده بنزل اول ما تسخن بنزل بالرز غسلية طبعا ومصفياه، اشوح لحد ما يبقى الحبايه بتاعته بتلمع، مش اتحمرت، بتلمع. وبعد كده بديه عقد الميه بتاعه مظبوط. تمام، يعني السر هنا احنا بنشوحه في مستكه وزبده وزيت. لا، مستكه وزيت الاول. مستكه وزيت الاول في الاول ما تيجي تستوي، احط عشان يحتفظ على اللون الحلو ده وعشان ما يتحرقش ويسيب فيه في الرز بقايه وشوائب، تبقى شكلها طبعا مش هيبقى ظريف يعني. اوكي، لا الفراخ شكلها حلو قوي يا شيف والله. الرز دي كامله جدا، مفيده جدا، مغذيه جدا. لما ابني يجي من المدرسه اعمل له طبق رز جنب قطعتين فراخ جنب سلطه الزبادي، خلاص مفيده جدا. صحيح، وبسيطه وسهله زي ما احنا قلنا، ممكن ما تاخدش وقت خالص. وفكره كمان ان هي بتتقدم مع اكلات التيك اواي اللي بره اللي الاولاد حابينها وعاوزين يجيبوها على طول. طيب كمان عاملين كيكه النهارده، كيكه الشوكولاته. وكيكه الشوكولاته دي يعني من الكيكات اللي بتبقى حلوه جدا، كل الاطفال بتحبها طبعا. احكي لي بقى المقادير بتاعتها ايه و هنتكلم عليها بقى. احنا ممكن نجيبها كده لحد ما نتكلم عليها في الاخر. كيكه اقتصاديه جدا باثنين بيضه. اوكي تمام، اثنين بيضه، كوبايه زبادي، كوبايه سوري، كوبايه زيت، عليها مكعبين او ثلاثه زبده، يعني الكوبايه بالزبده كلها تيجي كوبايه واحده. اوكي، كوبايتين دقيق، بيكنج باودر، فانيليا، كوبايه سكر. طبعا المقادير زي ما احنا عارفين، هنحط البيت الاول وعليه الفانيليا وعليه السكر، هنضرب كويس مضرب ايدينا عادي، مش محتاج خلاط. تمام، وبعد كده هننزل عليه بالزيت والزبده ونقلب كويس جدا. وبعد كده الدقيق بقى كوبايتين دقيق، هنشيل منهم معلقتين وهنحط بدلهم معلقتين كاكاو خام. وبعد كده هنحط بقى بيكنج باودر وربع معلقه بيكربونات الصوديوم. ليه بيكربونات الصوديوم؟ بتعزز لون الكاكاو اكتر وبتخليه رامي اكتر، زي الاولاد ما بيشتروها من بره وبيبقوا حابينها. لكن لما بنحطش بيكربونات الصوديوم بيبقى الكاكاو فاتح، فالولاد يقول طب بيكربونات الصوديوم دي ما بتبقاش ضاره؟ لا خالص، اصلا هي بتستخدم في الاكل. جميل، بس انا بحط ربع معلقه بتعزز لون وبتغمقه قوي. والكاكاو طبعا، والكاكاو طبعا ده الاساس. حطيت معلقتين من الدقيق وحطيت بدلهم معلقتين كاكاو. تمام، هنتابعك طبعا اثناء الحلقه. هنتكلم بقى عن الصوص في الاخر. تمام، وكل التفاصيل. تمام، رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ومطبخ زينه بطعم البيوت. والحقيقه اكل الشيف هبه الشكل جميل والطعم كمان احنا لسه ما دقناش، بس الريحه حلوه قوي. احكي لنا بقى الفراخ دي انت عملتيها ازاي؟ دي فراخ قطع، انا طبعا غسلتها وتبلتها ملح فلفل اسود. صدور ولا صدور وراك حسب الرغبه طبعا. يعني كل يعني شخص عنده ذوق في الاكل يعني. قطعتها مكعبات صغيره وتبلتها، حطيت عليها معلقه دقيق وحطيت عليها فلفل اسود، ملح، بابريكا، كابوب الصيني، جوز الطيب مطحونه، اي توابل انا حباها ما عدا الكمون طبعا، على اللحوم طبعا ممنوع يعني مش بيبقى حلو. بس مع الكبده حلو؟ لا، الاسكندراني. الاسكندراني الكبده العادي اللي هي بالبصل بتاعتنا اللي هي المصراوي بقى يعني. دي لا، كمون لا برضه. تمام، بس ونزلت بقى بمعلقه زيت ومفصين مستكه، شوحتها جامد على نار عاليه عشان طبعا ما تفقدش الميه، تفضل جوسي طعمها حلو. اتشوحت خدت لون خفيف، رفعتها ونزلت بالخضار. الخضار ده بقى كان بصل متقطع شرايح، فلفل الوان، واديته نفس التوابل الفراخ وانا بشوحه بس. وبعد كده نزلت بالفراخ، كملت تسويتها تاني برضو على نار عاليه، انا ما خليتهاش نزلت ميه. ده بيبقى السر طبعا في طراوتها. يعني الصدمه بتعملي لها صدمه صح؟ تمام، مع الصدمه الاولانيه خلاص ما بتخليهاش تنزل ميه، بيبقى بقى السر في طراوه الفراخ وطعمها، انها بتفضل محتفظه بكل سوائلها داخلها، فبتبقى طعمها طبعا افضل يعني.
طيب استاذه هبه بقى، انا عايزه اعرف ايه الدريسنج او الصوص بتاع الشوكليت كيك بتعمليه ازاي؟ الصوص اقتصادي جدا يعني. انا جبت ربع كيلو شوكولاته خام من عند اي حلواني طبعا. جميل. بتجيبي نوع كويس. ريحه حلوه قوي. ريحه الكيكه حلوه بجد. بتجيبي نوع كويس طبعا من الشوكولاته الخام، وبعد كده بتقطعيه طبعا شرايح بالسكينه، وبتجيبي حوالي ربع كوبايه لبن. جميل. وبتحطيها على النار تسخن، ده في حاله ما فيش ميكرويف في البيت. اول ما بتغلي برفعها من النار وبنزل الشوكولاته الشرايح، وابتدي اقلب لحد طبعا ما تسيح وتبقى ايه كويسه. قبل ما طبعا وانا بحط الشوكولاته بحط معلقتين كاكاو خام معاها. جميل. واقلب، لقيتها طبعا لسه الصوص تقيل، اديله شويه لبن صغيرين. مظبوط. حسب بقى خلاص ما انا ظبطته. خلاص على يعني هو طبعا لبن وشوكولاته خام. لكن ما فيش نشا بقى ولا حاجه. لا مفيش اي نشا. ايه اللي على الوش ده؟ دي بقى حاجات اللي هي بسيطه في محلات الحلواني، اللي هي التزيين يعني، بس للعين يعني، عشان انت عارفه الاطفال الصغيرين يعني. السوداني مثلا انا متخيله انها سمسم. لا ده زي بابلز كده صغيره لونها ذهبي. طعمها عامل زي الشوكولاته كده. فارماسيلا قبل برضو الاكل زي الحلويات، بس طبعا بتدي تزويق. انت عارفه حضرتك الاطفال الايام ديت بيبصوا على المحلات بره وبيقول لك لا احنا عايزين زي ده، فبنحاول طبعا على قدر الامكان ان احنا ننظم ما بين البيت وما بين ال. عارفه كمان استاذه هبه دي كان بيها بقى بوله ايس كريم فانيليا. بصي بقى اي حاجه هتبقى فظيعه. اي حاجه يعني. هو الكيكه موجوده بقى، نخطط اللي جنبيها هيبقى ايه. هنا الفراخ هي بتستوي من الصدمه. ما بتحط لهاش ميه تاني؟ انا بحط لها ميه علشان ابقى واثقه انها استوت. الفراخ عامه ما بتاخدش سوا، هي بتستوي يعني. الفراخ عامه يعني، او الصدور، او لما بنبقى مقطعينها مكعبات صغيره او قطع صغيره، خلاص هي من النار بتستوي، ما بتحتاجش نحط لها ميه تاني. عدم ان احنا نحط لها ميه بيساعد انها تبقى جوسي زي ما قلت، تبقى طريه. لونها كمان حلو قوي يا سماح. يعني انا عاجبني اللون، كانها مشويه كده لونها. انا حلو. تقريبا في اكلي كله بعتمد ان انا اشوي في الجريل عشان يبقى الاكل صحي اكتر. الاولاد طبعا حضرتك عارفه يعني طالعين بقى بيحبوا يقلدوا الاكلات اللي بره والحاجات دي، فاحنا بنحب طبعا يبقى الايه الاكل مشوي خفيف. جميل. اقل كالوريز عشان طبعا يعني حتى لو ولادنا مش تخين بس برضو يعني يحافظ على صحته. تسلم ايدك وميرسي لوجودك. ميرسي جدا. ميرسي حضرتك. ميرسي لمتابعه حضراتكم. ميرسي. شكرا ليك يا سماح. شكرا ليك يا استاذه هبه. مشاهدينا النهارده على مدار ساعه ونص كان معانا فقرات متنوعه كلها بتهم الاسره المصريه. استنونا بكره وحلقه جديده وفريق عمل جديد من زينب تعمل بيوت.